ضربات غامضة جديدة طالت الفصائل المسلحة الموالية لإيران يوم أمس، وهذه الضربات كلها جاءت في الداخل السوري. كما تلاحظون هنا الأراضي باللون الأحمر هي مناطق سيطرة الحكومة السورية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، وباللون الأصفر هي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي. تفاصيل هذه الضربة التي وثقتها تماما ووثقت معلوماتها وتفاصيلها المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هذه الضربات هي طبعا جاءت على الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهي غير واضحة حتى هذه اللحظة كم منهم قتل أو جرح. هذه الضربات هي طالت هذه النقطة الزرقاء التي ترونها بالقرب من دير الزور، وهي تحديدا منطقة يطلق عليها حويجة قاطع. بالإضافة إلى ذلك أن ضربة أخرى كانت قادمة بهذا الاتجاه على جسر ترابي جديد قد تم إنشاؤه بالفترة الأخيرة، هو الذي يربط بالصالحية ويربط بشكل واضح منطقة حطلة بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن أمام غارتين هي التي تمت بهذا الشكل على هذه المناطق التي نتحدث عنها. وبالتالي هذه الضربة يجب أيضا أن نفهم بأنها الضربة الثانية خلال أقل من أسبوع، الضربة الثانية الغامضة خلال أقل من أسبوع. الضربة الأخيرة كانت هي على منطقة يطلق عليها العشارة، وكانت 5 انفجارات قد سمعت أيضا بحسب ما تحدث به المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهذه تعتبر هي الضربة الرابعة الغامضة خلال هذا العام. كانت هنالك ضربتين في يناير الماضي، وبالتالي هذه الضربات المتقاربة التي نتحدث عنها هي قد تدفع الفصائل المسلحة الموالية لإيران بغض النظر عن من قام بهذه الضربات من عملية ردة فعل سريعة جدا قد تكون على قاعدة كونيكو بهذا الاتجاه، أو ممكن على حقل العمر النفطي أو غيرها، من أجل الرد على هذه الضربات الكبيرة وكثرة الانفجارات التي تحدث توضح بأن هنالك ضحايا ومخازن للعتاد وغيرها من هذه التفاصيل. ولكن السؤال الأهم والذي يطرح، من قام بهذه الضربة؟ هل هي إسرائيل أم التحالف الدولي؟ في العادة الأمور وأصابع الاتهام تذهب إلى إسرائيل بشكل مباشر، على الأقل إذا ما تحدثنا عن الضربة الأخيرة التي جاءت قبل أقل من أسبوع على منطقة العشارة. ولكن هذه المرة الأمور تذهب وأصابع الاتهام إلى التحالف الدولي بأنه هو من قام بهذه الضربة، وهذه جاءت من قبل وكالة دير الزور 24، وكذلك هنالك وكالة أخرى يطلق عليها حقيقة صدى الشرقية هي التي أيضا تحدثت أن التحالف الدولي هو من قام بهذه العملية. ولكن الأهم من ذلك بأن هنالك طرفا إسرائيليا ومصدرا إسرائيليا قال بأن التحالف الدولي وبالأحرى الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بهذه الضربة. هذا المصدر هو World News IL في التليجرام بهذا الشكل وضع صورة الضربة، وضع التفاصيل باللغة العبرية وترجمت هذا الكلام بالعبري يأتي بهذا النص: هاجمت مقاتلات أمريكية هدفا قرب جسر حويجة قاطع في منطقة دير الزور الشرقي أو شرقي سوريا، وقد تم تدمير هذا الهدف. كذلك كانت هنالك صورة مثيرة جدا لمقاتلة أمريكية نشرت بهذا الشكل من قبل DVIDS، هذا هو الموقع الذي ينشر كل الأمور الحصرية المتعلقة طبعا بالجيش الأمريكي من طائرات F-16 وغيرها من الطائرات، وبالتالي كل شيء حصري ينشر من هذا الموقع. نشرت تقريبا قبل 3 أيام بهذا الشكل، وهي تتحدث أن هنالك طائرة F-16 وهي تتزود بالوقود من قبل KC-135 بهذا الشكل، وتحدثت بأن عملية هذه الطائرة وتواجدها هي موجودة في قاعدة العديد، وقاعدة العديد كما نعلم بأنها قاعدة عسكرية أمريكية موجودة في قطر، وأن تاريخ هذه الصورة يعود إلى 21 أبريل الماضي من عام طبعا 2022، وبالتالي الصورة ليست قديمة التي نتحدث عنها. ولكن هذه الطائرة وهذه الصورة، إذا ما حاولنا نأخذ الصورة بشكل كامل وحاولنا أن نقترب لكي نرى ما الذي يجري في هذه الصورة وأين تقع هذه الصورة وأين تحلق هذه الطائرة، هنا النهر كما تلاحظون بهذا الشكل التقريبي، وطبعا هو يأتي بهذا الشكل، وبالتالي الانعطاف لهذا النهر بهذا الشكل كما تلاحظون هو يوضح بأننا أمام منطقة بهذا الشكل خالية هي تأتي بهذا الاتجاه، وهنا صحراء وهنا صحراء، وبالتالي النهر بهذا الشكل التقريبي قد يعطينا فكرة بأن مكان هذه الطائرة مختلف تماما عن قاعدة العديد القطرية. وإذا ما اقتربنا من العراق، وهنا نحن في العراق في هذه المرة، على الرغم أن الأمور توحي بأن قاعدة العديد هي تحلق فوقها بحسب ما نشير طبعا، لنقترب من نهر الفرات بهذا الاتجاه كما تلاحظون، وبعد ذلك لننعطف إلى اليسار قليلا مع الاقتراب من هذه المنطقة لكي نقارن الصورة طبعا التي ظهرت أمامكم بهذا الشكل، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامة ونفس الصورة تقريبا، وهذا هو
نهر الفرات الذي نتحدث عنه، وبالتالي هذه هي نفس المنطقة، مساحة خالية. إذا الطائرة كانت تحلق فوق العراق في 21 أبريل من طائرات F-16، ودعونا نبتعد قليلا الآن من هذه الصورة بهذا الشكل. سنلاحظ بأن هذه المنطقة وأن هذه الطائرة تحلق فوق قاعدة عين الأسد، هذه قاعدة عين الأسد. لنبتعد قليلا الآن ولننظر إلى هذه المنطقة الآن مع الضربة التي تحدثنا عنها في الداخل السوري. فالواضح تماما من الكلام ومن كلامنا بهذه القضية الآن بأن هذه الطائرة بتحليقها بهذا الاتجاه طبعا في قاعدة عين الأسد يوضح بأن هنالك ارتباطا ونشاطا كبيرا للطائرات الحربية، مع الأخذ طبعا بعين الاعتبار بأن هنالك قاعدة حقل العمر النفطي أو حتى قاعدة كونيكو تقريبا بهذا الاتجاه، وبالتالي هنالك نشاط، خاصة أن النشاط من قاعدة عين الأسد مباشرة إلى الحدود هي تأتي على مسافة 150 كيلو مترا فقط. وهذا قد يوضح وقد يأتي بفكرة أكثر بأن فعلا التحالف الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بهذه الضربة، ولكن ليس هنالك أي تصريحات رسمية. هذه الضربة التي نتحدث عنها التي جاءت ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل السوري هي تأتي في ظل ظروف سياسية خطيرة جدا تجري في المفاوضات النووية، ودخولنا ودخلنا فعلا في اللحظات الأخيرة في ظل أن هنالك توجها أخيرا قادما من هذا الرجل وهو المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية الجارية مع إيران. وهذا الرجل الآن هنريكي مورا هو ثبت، وثبتت رويترز من قبل نور نيوز طبعا التي هي تعتبر من الوكالات الشبه الرسمية الإيرانية، تحدثت بأن هذا الرجل سيكون الثلاثاء القادم في طهران. وهنالك قضية سربت عن زيارة هذا الرجل قبل 7 أيام تقريبا كما تلاحظون في الوول ستريت جورنال، تحدثت بأن هذا الرجل سيعمل على إقناع إيران عن الاستغناء تماما عن قضية رفع الحرس الثورية الإيراني من قوائم الإرهاب والعودة للاتفاقية النووية بسرعة كبيرة جدا قبل فوات الأوان وقبل دخولنا بفوضى خطيرة للغاية، خاصة وأن إسرائيل بدأت ترسل تهديدات مبطنة كبيرة وخطيرة للغاية من خلال مسلسل صدق أو لا تصدق. هم بدأوا يعرضون مسلسلا بهذا الشكل يطلق عليه طهران بهذا الشكل، وهو إنتاج إسرائيلي بحت، وهذا المسلسل هو يتحدث عن عملية تجنيد إحدى المواطنات الإيرانيات طبعا في الخارج وتجنيدها كونها أنها من القراصنة المحترفين. وخلال هذا المسلسل توضح بأن هذه المرأة ستقوم وهي فعلا تقوم بعمليات اقتحام واختراق إلى البرنامج النووي الإيراني من خلال طبعا الهجمات السبرانية لتدمير هذا البرنامج النووي الإيراني. وهذا المسلسل طبعا أخذ ضجة كبيرة للغاية إلى درجة كانت هنالك مفاجأة كبيرة جدا في عملية اختراق، وأنباء تتحدث عن اختراق سبراني جاءت على حساب التويتر الخاص بقناة كان 11 العبرية، وجاءت بهذا الشكل فجأة تغيرت وتغير وضع الحساب بهذا الشكل، علم إيران، كلام ضد الصهاينة، وعلامة إشارة أكس بهذا الشكل طبعا على هذا المسلسل الذي هو موجه ضد البرنامج النووي الإيراني، ونشروا 3 منشورات كلها معادية لهذا الحساب ومعادية إلى الإسرائيليين طبعا بكل تأكيد. وبعدها عاد الحساب إلى العمل بشكل طبيعي بهذا الشكل كما تلاحظون. ولكن المفاجأة الكبيرة هي أن جروزون بوست أكدت بأن هذا كانت جزءا من الترويج من قبل قناة كان العبرية لهذا المسلسل من أجل أن ينتبه إليه الناس، وفعلا شد هذا المسلسل الناس وبدأوا ينظرون إليه ويشاهدون ما الذي يفعله الموساد الإسرائيلي بتجنيده لهذه المرأة في هذا المسلسل. وبالتالي هي أيضا أخذت بأنها فعلا تهديد مبطن من قبل إسرائيل عن طبيعة ما ممكن أن يفعلونه في هذه القضية. كذلك أن هنالك أمرا مثيرا مرتبطا بطائرات الشحن الإيرانية، طائرات خطوط الجوية قشم التابعة للحرس الثورية الإيراني. هذه الطائرات كان من المفترض أن نرى طائرة شحن إيرانية يوم أمس تتوجه إلى مطار دمشق الدولي، ولكنها توقفت في الفترة الأخيرة، لم تظهر هذه الطائرة على الفلايت ريدار 24. بل إن المفاجأة الكبيرة أن هذه الطائرات شددت من عمليات مغادرتها أو رحلاتها بالأحرى إلى موسكو. هذه هي موسكو، وهذه هي طائرة شحن قشم إيرانية قد وصلت إلى موسكو وقد غادرت. كثيرة هي هذه الرحلات. التسجيل الخاص بهذه الطائرة طبعا يأتي واضح قشم فارس، وأنها في 6
من مايو، أي بما معنى قبل يومين تقريبا، كما تلاحظون قبل يومين في عام 2022 إنها غادرت بهذا الشكل. ما الذي تشحنه؟ ما الذي تأخذه؟ ما الذي تغيره؟ ولكن وجود هذه الطائرة التي تعتبر وتحمل الحمولات العسكرية هو أمر خطير للغاية، خاصة وأن هنالك ضغطا من الداخل الأمريكي قادما من نانسي بيلوسي الديمقراطية المهمة بالنسبة للحزب الديمقراطي، بل إنها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بدأت تطالب وتطالب وطالبت بهذا الشكل عبر الـ MSNBC الأمريكية بأن توضع روسيا الآن في قوائم الدول الراعية للإرهاب، وإلا تمزيق هذه القائمة، وما فائدة هذه القائمة في ظل كل ما قامت به روسيا. وهنالك ارتباط إيراني بطائرات القشم، هنا قد تكون إيران في ورطة حقيقية للغاية بوجودها في هذا المجال. ليس هذا فحسب، بل أن روسيا لا تستمع إلى هذه التهديدات أبدا، هي مستمرة في عمليات الضغط الكبيرة رغم كل هذه التهديدات الواضحة التي نراها والتي نتحدث عنها الآن. بالنسبة إلى روسيا، كما تلاحظون هنا، هذه هي خارطة أوكرانيا بشكل عام كما تلاحظون، وبالتالي أن القوات الروسية هي لا تركز فقط على منطقة إقليم دونباس بهذا الاتجاه ومحاولة اختراقها والسيطرة عليها، هنالك معارك كبيرة تجري هناك، بل إنها بدأت تضغط على أوديسا بهذا الاتجاه طبعا التي تسيطر عليه القوات الأوكرانية حتى هذه اللحظة، وهم لا زالوا أيضا في ميكولايف. القوات الروسية فشلت حتى هذه اللحظة من عملية بعد أن سيطرت على خيرسون وأخذت مناطق كثيرة بهذا الاتجاه، حاولت الضغط على ميكولايف ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل، والقوات الأوكرانية نجحت في التصدي للقوات الروسية. وعلى هذا الأساس بدأت تضغط القوات الروسية الآن من جديد، ليس بهذا الاتجاه المستقيم على أوديسا كونها أيضا عانت معانته من هذه الهجمات البرمائية عبر المياه، بل إنها بدأت تضغط عبر جزيرة صغيرة هنا وهي تسيطر عليها وتتواجد بها القوات الروسية، يطلق عليها جزيرة الأفعى، وهي تحاول عملية الإنزال بهذا الاتجاه من أجل محاصرة أوديسا بهذا الشكل، وبالتالي إرباك هذه الخطوط والتقدم بهذا الاتجاه. ولكن القوات الأوكرانية تتصدى بشكل كبير لهذه الجزيرة وللتحركات التي تأتي بها. دعونا نقترب من هذه الجزيرة، جزيرة الأفعى التي جاءت منها صور مثيرة للغاية. هذه هي الجزيرة التي ترونها بهذا الشكل. طبعا كانت الضربات قد جاءت على كل هذه المناطق، هذه المنطقة وهذه المنطقة، وهنا كانت سفينة مركبة إنزال، وكذلك كانت هنالك ضربة بهذا الاتجاه، وهذه جاءت بصور مباشرة قادمة من وزارة الدفاع الأوكرانية بهذا الشكل. هنا جزيرة الأفعى التي ترونها بهذا الشكل، هذه الصور طبعا كانت قد نشرت يوم أمس بهذا الشكل، والضربات كانت كبيرة وخطيرة كما تلاحظون. هنا جاءت الضربات على القوات الروسية مباغتة في الليل بهذا الشكل، ضربت ثلاثة مواقع بهذا الشكل، من ضمنها طبعا مخازن للسلاح، والواضح أن ليس هنالك الكثير من البناء، هي عبارة عن منطقة كما نلاحظ هنا، هذا مخزن للسلاح تم تفجيره بهذا الشكل الخطير. وأيضا هنالك سفينة كانت هنا، مركبة الإنزال التي تحدثنا عنها، أيضا ضربت بهذا الشكل من قبل طائرات البيرقدار التي تستخدم بفاعلية كبيرة جدا، وحاول الروس بعد ذلك عن طريق مروحية من القيام بإنزال أيضا بعد كل هذه الضربات، ولكن أيضا طائرات البيرقدار المسيرة ضربتها بهذا الشكل الكبير جدا، وبالتالي هذه الضربات كانت فعلا عنيفة للغاية على القوات الروسية في هذه الجزيرة المهمة التي نتحدث عنها بكل تأكيد. وبالتالي بالعودة الآن إلى هذه الجزيرة لكي نلاحظها ونركز عليها طبعا بكل تأكيد على هذه المنطقة، فإن المنطقة التي جاءت فيها الضربات كما تلاحظون هذه هي الجزيرة بهذا الشكل، إن هذه المنطقة طبعا التي اقتربنا منها الآن هي المنطقة المهمة للغاية والتي تعرضت إلى أكثر الضربات والدمج. الضرر كان هنا وكان هنا وكان على الناقلة، المركبة التي كان يتم فيها الإنزال كانت بهذا الاتجاه. دعونا نبدأ من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه وإلى هذه النقطة التي طبعا ضربت بهذا الشكل بالتوجه إلى الأقمار الصناعية وبسرعة. هذا هو الهدف الأول الذي ضرب، هذا كان قبل الضربة طبعا، واضح جدا الدمار الذي جاء في هذه المنطقة. دعونا ننطلق إلى ونذهب إلى المنطقة الأخرى المحدثة من الأقمار الصناعية، فنلاحظ هنا التغير الكبير الذي جاء، وواضح جدا من الدمار قد طال هذه المنطقة بشكل كبير، بل إن كان هنالك حرفزة الذي هو طبعا من حرف الزت الذي اعتمدته القوات الروسية كجزء من الحروف والشعارات لهذه المعركة. وكذلك إذا ما توجهنا إلى هذه المركبة التي تم فيها الإنزال، دعونا نبتعد بالقمر قليلا ونقترب من هذه النقطة، تحدثنا عن هذه النقاط بالاقتراب من هذه الناقلة، فهذه الناقلة والمركبة التي كانت تقوم بالإنزال والتي ظهرت والتي تم تدميرها بكل تأكيد، بل إن كانت هنالك صورة واضحة جدا صباح هذا اليوم بعد كل هذه الضربات، ولاحظ أعمدة الدخان وهي ترتفع
بل إن المروحية أيضا دخلنا إلى هذا القمر الصناعي ولاحظنا من خلال هذه المروحية بأن الدمار واضحا في هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس إذا ما توجهنا مرة أخرى إلى القمر الصناعي فإن روسيا تعاني ما تعانيه من هذه المعركة بكل تأكيد، بالابتعاد قليلا لكي نفهم لماذا القوات الروسية تركز على هذه المنطقة. هذه الجزيرة لا تبعد إلا 35 كيلومترا لكي تدخل إلى هذه الأرض المهمة، ومن أجل القيام بعملية الالتفاف طبعا على مدينة أوديسا بهذا الاتجاه، وكذلك هي ممكن أن تدخل إلى الأراضي الرومانية بهذا الاتجاه، وبالتالي هي تضع ضغطا كبيرا جدا أيضا على مولدوفا بهذا الاتجاه. بالتالي صراع كبير جدا يجري في هذه المنطقة، وارتباط إيران في ظل هذا التقدم الكبير الذي طبعا يجري والضغط الكبير من قبل روسيا قد يعني مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لإيران إذا ما فشلت المفاوضات النووية.